متابعينا في كل مكان، متابعي موقع بصراحه، اهلا بكم في بث مباشر جديد. معكم انا محمد صالح المحامي الصحفي. طبعا يعني حاليا متواجدين مع المستشار المحامي صبري القاسمي فيما يتعلق بقضيه عصام صاصا. كلنا تابعنا في الاونه الماضيه قضيه عصام صاصا، ولكن الجديد زي ما حضراتكم متابعين معانا خلال عنوان البث المباشر، قرار بضبط واحضار. ايه هي التفاصيل؟ قرار بضبط واحضار مقدم مهرجانات عصام صاصا نظير نتيجه وايجابيه التحاليل. ظهرت النتيجه، ظهرت ايجابيه التحاليل الخاصه بيه وتعاطيه المواد المخدره. لمزيد من التفاصيل معانا بقى اليوم محامي الضحيه، يعني محامي احمد مفتاح، اللي كان يعني فوض نفسه وعرض على الاسره. لمزيد من التفاصيل انا برحب بحضرتك في لايف جديد على موقع بصراحه الاخباري. وقلنا بقى كده يعني بعد القرار الصادر بالضبط والاحضار، ما المصير المرتقب لمقدم مهرجانات عصام صاصا؟ المصير المرتقب كأي شخص قام بجريمة، ما حدث من عصام صاصة هو جريمة، وجريمة مشددة العقاب، وجريمة مزدوجة، وجريمة متعددة، وجريمة يعني اللي عايز أقوله، وحتى ما بعد الحادث جرائم متعددة، سواء يعاقب عليها القانون أو تتعارض مع شخصيتنا كمصريين، تتعارض مع الإنسانية، تتعارض مع العقل والمنطق، تتعارض مع الدين. يعني كيف يا سيد عصام بعد أن أزهقت روحا كرمها الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان وجعل أن النفس البشرية لها حماية ولها قدسية، سواء في الأديان سواء في القوانين، بعد أن تزهق هذه الروح البريئة التي لا ذنب لها تذهب إلى دولة أخرى لتقيم مؤتمرات مهرجانات غنائية، أين حمرة الخجل يا سيد عصام؟ فين الإنسانية؟ فين الدم؟ فين النخوة؟ فين الرجولة؟ أنا أدعو الشعب المصري بالكامل إلى مقاطعة كل ما يصدر من السيد عصام صاصة، وأدعوهم إلى مساندة أسرة المجني عليه، لأن ما حدث شيء لا يتصور ولا يتخيل أبدا. أزهقت روح بريئة ولم يمر عليها ثلاثة أيام وتذهب لإقامة مهرجانات في دولة أخرى، يعني كيف وتك الجرأة والشجاعة على أن تقف أمام ملايين، أمام آلاف البشر لكي تغني وتفرح وتمرح على المسارح؟ يعني ده شيء مش متخيل وشيء ليس من طباع المصريين. هذا مخالف لما ربينا عليه، مخالف لعقائدنا، مخالف لاخلاقنا، مخالف لكل حاجه. مفيش منطق. ده انت مش جارك اللي ميت ولا واحد من بينك وبينه مسافه، انت الذي ازهقت هذه الروح. كيف يعني اين حمره الخجل؟ يعني يبدو ان احنا اليوم خلال البث المباشر بنكشف مفاجات مدويه يا سياده المستشار. بتقول معانا وبتفاجئ مفاجاه خلال البث المباشر ان يعني المدعو او مقدم مهرجانات عصام صاصا حاليا رغم قرار الضبط والاحضار الا انه بيحيي حفل في دوله عربيه شقيقه. هنا ايه الاجراء المتخذ لترحيل او يعني ضبط مقدم مهرجانات عصام صاصا على غرار وقعه شبرا الخيمه، اللي كان الضحيه عفوا المتهم الثاني في دوله عربيه شقيقه ايضا؟ كلمنا بقى عن دور الانتربول وازاي بيتم ترحيله، لانه حاليا يعني يبدو ان هناك قرار بحدث. هو اول حاجه ان احنا يعني لازم دي رساله، ورساله قويه جدا من اجهزه الدوله لكل الشعب المصري، لا احد فوق القانون، لا عصام صاصة ولا صبر القاسم ولا أي حد فوق القانون. القانون يطبق على الجميع بكل حذافيره، لا فرق بين غني وفقير، لا فرق بين مسؤول ومواطن عادي، لا فرق بين ذي صيت وشهرة ومواطن بسيط. إن كانت أسرة المجني عليه أسرة بسيطة، والمجني عليه أحمد مفتاح شاب من شباب مصر الكادح الذي لا يعرف المهرجانات ولا يعرف الشهرة والصيت إلا أن الدولة المصرية في ظهره وستأتي له بحقه. ما حدث أن عصام صاصة في محاولة يعني رخيصة للهرب من العقوبة غادر إلى دولة عربية شقيقة، ولذلك صدر أمر بضبط وإحضار المتهم لكي يمثل أمام النيابة العامة لثبوت تعاطيه لعدد من انواع المخدرات. يعني يا جماعه ده مش عدد، مش مخدر واحد، ده ثبوت تعاطيه لعدد من انواع المخدرات. يعني الجريمه كبيره، الجريمه معقده، الجريمه تتجاوز شخصيه عصام صاصه وتتجاوز الضحيه يعني المرحوم احمد مفتاح. القضيه قضيه راي عام، كيف نحافظ على انفسنا ونحن نسير في الطرقات من هؤلاء الهوجاء، من هؤلاء الذين يتعاطون المخدرات، من هؤلاء الذين يقتلوننا ونحن نقف في الطرق ونحن نقف ننتظر المواصلات؟ المشكله مش مشكله عصام صاصا واحمد مفتاح بس يا جماعه، المشكله مشكلتنا كلنا، المشكله مشكله كل مواطن مصري. كيف يكون امنا على نفسه وهو يقف في انتظار وسيله مواصلات؟ المشكله اعقد من ذلك.
طب قول لي هو ايه انواع المخدرات اللي احنا كنا حابين نسمع منك تقرير مفصل بشان يعني المواد اللي تم ثبوتها وتعاطاها مؤدي المهرجات عصام صاصا؟ هي ده تقرير صادر من الطب الشرعي. كميه متعدده من انواع المخدرات، لان انا لسه معيش تقرير دلوقتي حاليا. كميه متعدده من الانواع، وده بيدل على ما كنا نستنتجه قبل صدور اعلان المخدرات. يعني احنا قبل صدور بيان الكشف على عصام صاصة، كان المتوقع والطبيعي هو أن رواد المهرجانات أو أن مؤدي أغاني المهرجانات كلهم يتعاطون، ده الكلام اللي أطلق، ولكننا تحفظنا عن الحديث في هذا الشأن حتى صدور النتيجة، والحمد لله النتيجة ظهرت، والحمد لله هناك موقف مشرف يثبت للنيابة المصرية، النيابة العامة المصرية التي أصدرت قرارها في التو واللحظة من صدور التقرير. عندما صدر التقرير النيابة العامة المصرية أمرت بضبط وإحضار عصام صاصة، ودي إشارة زي ما قلنا يا جماعة للمجتمع المصري، لا أحد يعرف احد، لا احد يوارس على احد، لا احد فوق القانون، لا احد فوق يعني القانون، سواء كان مؤدي مهرجانات، شخصيه عامه مشهور، او يعني شخصيه مواطن عادي. نعم اتفضل كم. وده اللي قلناه قبل ما يصدر القرار، انه اذا ما ثبت ان السيد عصام صاصة يتناول المخدرات سيصدر الامر من النيابه العامه، وكلنا ثقه وقتها من ذلك، والحمد لله ثقتنا في محلها، وثقه كل مواطن مصري في القضاء المصري العظيم وفي النيابه العامه المصريه وكل اجهزه الدوله في محلها. وان شاء الله على ما يعني اعتقد ان اذا لم يقوم السيد عصام صاصة بتسليم نفسه في اسرع وقت ليكون تحت امره النيابه العامه للتحقيق، لاستكمال إجراءات التحقيق معه، فإنه سيتم ضبطه وإحضاره من الخارج وجلبه إلى داخل البلاد كأي حادثة تحدث أو كأي قضية تحدث أو كأي جريمة تحدث. بالضبط هيجي مفيش حد أكبر من القانون، هيجي وأهل المجني عليه سيأخذون حقهم وتشفى صدورهم ويشفى الغليل الذي في قلوبهم بالقانون المصري وبحكم القضاء العادل. وده الرسالة الإيجابية اللي سمعتها من أهل المرحوم أحمد مفتاح، أن لديهم ثقة كاملة في القضاء المصري، لديهم ثقة كاملة في النيابة العامة المصرية، ودي الحمد لله الأمور تسير في طريق الحق والعدل والصواب. ولكن هو المفجع في الامر، واللي بيؤذيني نفسيا ويؤذي كل مصري، لان احنا مش طبيعتنا يا جماعه، مش طبيعتنا اللامبالاه المفرطه بهذا الشكل. يعني عندي يعني لسه الراجل ده الراجل كان بيدفن اول امبارح في بدايه البث مباشر، ان على الاقل وفق لتصريحات مؤدي المهرجانات عصام صاصا الاخيره، انه يعني كان ليه بعض التصريحات الانسانيه ابرزها. لا 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 لا, لا. تمثيل تمثيل الشعب المصري لا يقبل هذا التمثيل، انه يشعر بالذنب وانه الى كذا. كيف تشعر بالذنب وانت الان تتراقص وتغني وتلهو وتمرح وتتعاطى اذا كان هناك تعاطي، او تشرب مواد مسكره؟ لا 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 لا، عصام صاصة لا يمثل المصريين. ودعوة من هنا من قلب القاهرة، مثل هؤلاء المتهورين، مثل هؤلاء الذين يحاولون أن يزيفوا الحقائق، مثل هؤلاء الذين يكذبون على الشعب المصري. هو بيمثل علينا أن هو ضميره أنبه وأن هو حصل معاه كذا كده. يا سيادة المشاهدات، ده كان على تصريح عصام صاصة الأخير أن الضحية أحمد مفتاح لم يفارق عيناه، ده يعني كان اخر تصريح انساني. يعني اصل تعاطف عدد كبير من الفانز ومن رواد السوشيال ميديا، انه مش قادر ينسى المرحوم ولم يفارق عيناه، وكان بيقول وبيروم المواطنين ليه يعني كلكم بتهاجموني، رغم ان اللي حصل كان غير مقصود بالمره. على عكس المتوقع، على عكس التيار حاليا، مؤدي مهرجانات عصام صاصا بيحيي حفل في دوله الامارات الشقيقه. انا مش هتكلم كمحامي خالص، انا هتكلم كانسان، أنا هتكلم كأب، أنا هتكلم كأخ، أنا هتكلم كمواطن يشعر بآلام هذه الأسرة الجريحة التي قضى على أحلامها عصام صاصة. لقد اغتلت يا سيد عصام أحلام أسرة كاملة، أحلام بلدة كاملة، أحلام يعني الموضوع يا جماعة مش موضوع أحمد مفتاح بس، الموضوع كلنا أحمد مفتاح، الموضوع موضوعنا كلنا. يا عم أحمد، يا عصام، يا صاصة، يعني بأي منطق وبأي عقل؟ يعني هل لم تفارقك صورة أحمد مفتاح وأنت تتراقص بالأمس على البيتش بتاع الحفلات؟
يعني يا راجل قول كلام، يعني قول كلام يدخل العقل، يعني حتى لما تحب تقول مقولة زائفة أو مقولة مش معقولة أو مقولة يعني اقنعنا، خلي يعني يعني إزاي طالع تمثل على الشعب المصري ان انت صورة احمد مفتاح امامي انا مش قادر مش عارف ايه، وفي نفس الوقت في نفس التوقيت طالع ترقص وتتنطط وتغني مهرجانات طيب جديدة، حاجة مش معقولة وحاجة مقززة، انا اسف طيب. حاجة مقززة طيب. جدا جدا أنا جدا أنا ومخالفة لانسانيتنا كلنا. انا مقدر شعورك ومقدر انفعالات بحكم ان حضرتك يعني حابب اب واخ ومواطن، بحب كل مواطن في مصر، حابب ان تاخد القضية في صالح يعني اسرة المجني عليه طبعا بالطبع بالطبع. طيب خلينا كده خلالي بس وباشي نستعيد تصريحات شقيق الضحية شقيق احمد مفتاح، كان يعني من اهم تصريحاته كانت خطيرة للغاية، واتكلمنا عنها في لايفات سابقة بان احمد مفتاح لم يعبر الطريق، هو كان منتظر عبر الرصيف الاوتوبيس الخاص به على الطريق الدائري. على الجانب الاخر امس او خلينا نقول صباح اليوم منذ صباح الباكر تم ثبوت ايجابية نتيجة التحاليل، نربط يعني قرار الطب الشرعي بتصريحات شقيق الضحية احمد مفتاح. طبعا ما قاله شقيق احمد مفتاح هو الموافق للعقل والمنطق، هو الموافق لما حدث في هذه الحادثة. انا كمواطن رايح اركب، ايه اللي هيخليني امر الطريق؟ انا بركب من هنا كل يوم، هو يعني يستقل السيارة من مكان رتيب يستقل منه يوميا، وده شهدت الشهود كلها واهل المجني عليه والناس كلها اللي في المنطقة ان الراجل ده عليه رحمة الله احمد مفتاح بصفة يومية بصفة يعني يومية بيجي يقف في نفس المكان يستقل السيارة لمكان عمله، مفيش ما بيروحش الناحية التانية، فازاي اي منطق واي عقل يصدق الرواية التي حاول عصام صاصة ان يدعيها؟ دي اول حاجة. تاني حاجة يعني يا سيد عصام انت كنت متعاطي اكثر من نوع من المخدرات، فلا ثقة في كل كلامك، يعني مفيش حد هياخد بكلامك، محدش هياخد بروايتك، روايتك ما تنفعش. الحاجة المهمة جدا ان الخبطة اللي في العربية بتوضح بجلاء ان السيد عصام صاصة اثناء السيارة هو كان خبط الجثمان بتاع المرحوم عليه رحمة الله، كان هتبقى الخبطة في وش العربية وعلى الكبوت وعلى الازاز عشان بيطير، انما الخبطة فيها جزء من الجانب الايمن السفلي من اسفل الاكسدام مبينه ان هو داخل في الرصيف، يعني باين خالص ان الحادثه كما رواها اهل المجني عليه رحمه الله. ده اول جزء. ثاني جزء ان تحليل المخدرات، خلاص مفيش كلام بعد تحليل المخدرات، يعني ما ينفعش تتكلم. يعني هتتكلم في ايه؟ يعني كمان اتفضل كده هتتكلم في ايه؟ خلاص انتهى الكلام. واحد متعاطي اكثر من نوع من المخدرات داخل على شخص بريء واقف يعني ذاهب الى عمل ليكتسب قوت يومه، جيت طيرته في السكه، خلاص انتهى الكلام، ما عادش في كلام. بعد تقرير صحه تناولك للمواد المخدره وبعده انواع، خلاص ما عادش في كلام، الكلام انتهى خلص. يعني كمان يا سياده المستشار التصريح الثاني اللي حابين نستعيده مره اخرى بعد ثبوت ايجابيه التحاليل بان شقيق احمد مفتاح وضح ان كان في يعني حديث قصير بينه وبين مقدم مرات عصام صاصا داخل اسم الشرطه في مركز الشرطه في اليوم ذاته، وكان بيتحدث معهم بلغه التهديد وباسلوب سيء للغايه، وكان قولا واحدا في تصريحاته ان يبدو انه كان شارب، ما كانش صحيح. يعني في وعي. يبدو انها تصريحات كلها صحيحه، وكمان شقيق المجني عليه اكد ان بعد التحاليل ستثبت يعني صحه كلام اهل المجني عليه المواد المخدره بالفعل الايماءات التي اصدرها السيد عصام صاصه امام الجميع، يعني قدام اهل المجني عليه رحمه الله وامام الوقوف جميعا حتى الساده الزملاء اللي كانوا مع مع عصام صاصه، يعني المنظر كان غريب، يعني كان هناك بعض الترنحات، كان هناك ثقل في اللسان، كان هناك ايماءات بطريقه غريبه جدا، يعني كان واضح جدا يا جماعه ان الراجل ده واخد اي حاجه. ومساله التفاوض على مبلغ مالي ضخم اعتقد خوفا من نتيجه التحاليل، وهو كان بيعرض على الناس، ولكن للأمانة وللحقيقة وشهادة يجب أن يعلمها الشعب المصري بالكامل، أسرة المرحوم أحمد مفتاح أسرة مصرية أصيلة لا تتفاوض على دم ابنها، لا تتاجر بدم ابنها، كل ما يريدوه هو تطبيق العدالة الناجزة على السيد عصام صاصة، لا يتحدثون أبدا في أي تعويض مادي، لا يتحدثون أبدا في أي مقابل، لم يقبلوا أي مفاوضات، لم يقبلوا المبالغ المالية التي عرضت عليهم، هم يريدون من الدولة المصرية حق دم ابنهم فقط لا غير، لا يحتاجون أي شيء خالص. ومن هنا يعني بأؤكد دعمي
لهذه الأسرة الأسرة المصرية العظيمة، الأسرة المصرية التي تربت على الأصول وتربت على ألا تترك حقها أبدا. وده شيء مشروع جدا إن هم يبقوا عايزين حقهم وياخدوه. الحاجة التانية اللي بأشيد بهم فيها إن هم عرفوا يربوا كويس، وعرفوا إن هم ياخدوا أخوهم أحمد مفتاح اللي هو كبير القيمة والمقام وكبير العائلة. لأن أنا عندما تحدثت مع أشقاء المرحوم عليه وجدت حتى للحاضر الغائب أحمد مفتاح قيمة كبيرة جدا في نفوسهم، احترام وتقدير كبير جدا لشخصه الكريم عليه رحمة الله، يرفضون رفضا باتا الحديث في أي إغراءات مادية. وأنا من هنا بقول لهم أن المؤسسة فيها 8 محامين كلهم رهن إشارة هذه الأسرة المكلومة، وهناك عدد من السادة المحامين، عدد كبير جدا، يمكن التليفون عمال بيرن اهوت، الناس اللي شايفة اللايف دلوقتي من السادة المحامين، عدد كبير جدا من السادة المحامين حتى الآن، هناك 30 متطوع وكلهم قامات قانونية كبيرة يتطوعون لمساندة هذه الأسرة، لأنهم يعلمون أن عصام صاصة حشد الأموال وحشد مبالغ ضخمة لهيئة الدفاع التي ستتولى الدفاع عنه. ولذلك في المقابل هناك عدد كبير من المدافعين يتطوعون للدفاع عن أحمد مفتاح، لأنه يرمز إلى كل شاب مصري كادح خرج وأزهقت روحه ظلما. طيب سريعا يا سيادة المستشار، كلمة كده عن صحة تناول عصام صاصة الكوكايين وما هي العقوبة المنتظرة؟ ده لسه لما عشان بقول لحضرتك التقرير نفسه مش معايا دلوقتي حاليا، انا خدت مبدئيا الكلام، ولكن عندما يعني النيابه العامه الان بتفحص التقرير، وبدايه فحصها انها اصدرت امر بضبط واحضار السيد عصام صاصة، ولكن هناك حسب تكييف النيابه العامه سيكون هناك تبعيات خطيره لهذه النتيجه من التحليل، لان المواد الكثيره التي ستطبق على السيد عصام صاصة ستكون يعني مواد قانونيه متعدده، خرجنا من نطاق القتل الخطأ والقتل الخطأ المشدد لتعاطي المخدرات والمسكرات، دخلنا فيما هو أبعد من ذلك، إضافة إلى القتل الخطأ هناك جريمة تعاطي المواد المخدرة، هناك جريمة تعاطي متعددة، يعني في أكثر من مادة مخدرة ظهرت في نتيجة التحليل. طيب العقوبة المنتظرة 3 سنين؟ لا ده هو المادة 76 من قانون 121 سنة 2008 لوحده العقوبة تصل فيه إلى 5 سنوات من السجن المشدد. 5 سنوات. 5 سنوات لأن في قتل خطأ، القتل الخطأ المصحوب بتناول المخدرات، هي نص المادة بتنص على أنه إذا صدر القتل الخطأ نتيجة الإهمال أو الرعونة أو تجاوز أو مخالفة القوانين والإجراءات المعمول بها أو تعاطي المخدرات تكون العقوبة 5 سنوات من السجن المشدد مع الغرامة. وأعتقد أنها أن المحكمة في هذه الحالة ستطبق أقصى عقوبة على هذه الجريمة، لأنها جريمة استهتار بالروح البشرية. أنا بشكر حضرتك جدا. طبعا آخر التفاصيل اللي حابين نجرها لكم بعد قرار ضبط وإحضار مؤدي المهرجانات عصام صاصة، كان معكم أنا محمد صالح بموقع بصراحة الإخباري، دمتم في أمان الله.